آلام الرقبة لها أسباب كثيرة جدا، لكن إحنا في تمارين ممكن نستخدمها ممكن إنه تساعد إن شاء الله إنه تخفف الآلام، زي تمرين تيجي ياسين نسوي تمرين شنتك إيه أجلس واقف ولا أيوة. مسدوح كذا باين إيه شوف باين أي واضح إن شاء الله كذا تمام. ممكن نقول للمريض يحط أصبعه هنا بس عشان يعرف الاتجاه حق الحركة، نقول له دخل دقنك على جوه أيوة. ممتاز. هنا بمجرد ما يسوي المريض هذه الحركة راح يحس تفعيل في العضلات العميقة هنا في الرقبة. جميل تمام. يعني الآن أصيلي يضغط بيده على جوه صحيح؟ أيوه بالضبط بالطريقة. وبالرأس يقاوم على برا. لا مو يقاوم، بالعكس أنا أساعد الحركة تكون على جوه الداخل. هذه التمرين هذا يفعل العضلات الداخلية للرقبة. ممتاز. هو التمرين هذا ممكن نسوي بدون ما يحط يده، لأنه الدف ما هو باليد، بس هذا عشان زي ما تقول جايد أو يعني شيء يخليك تنتبه من الحركة، يوضح من الحركة على الداخل. تمام. ممتاز. بمجرد ما يسوي الشخص هذا يحس تفعيل في العضلات العميقة هنا، تقوي العضلات الرقبة. بمجرد إن شاء الله ما تقوي عضلات الرقبة، هذه من الأشياء اللي ممكن إنها تساعد في تخفيف آلام الرقبة. في أشياء أخرى في الرقبة ممكن تفيد؟ ممكن طبعا الرقبة في هنا عضلات تعتبر أصير تلف شوي كذا، عضلات اعلى الظهر في المنطقه هذه. أيوة. تمام. عضلات اعلى الظهر برضو لو عملنا لها تقويه راح تخفف الحمل على الرقبه. جميل. تمام. طيب في امثله لها؟ في امثله، في امثله تمارين لها ممكن نسويها. جميل. ممكن انه احنا تمسك المطاط وتحاول تفتح. طيب بس ممكن اصير تلف بالعكس المشاهدين يشوفون. ممكن تمسك المطاط. جميل. وتحاول تفتح. طبعا هذا بيعمل تفعيل إيه؟ في العضلات الخلفيه. ايوه العضلات اللي في اعلى الظهر. تمام. ممتاز. إيه؟ طبعا هو المطاط قصير، هذا الرينج ليس باند، لو كان الباند اطول يكون افضل. وممكن نعلق الباند كمان في 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 جهاز او يعني اللي هو التمرين السحب هذا. جميل. هذا ايضا يفعل العضلات بشكل كبير. ممتاز. حتى ممكن اسوي ايضا بدون باند. طبعا المطاطات هذه موجوده في محلات المعدات الطبيه في الرياضيه، لكن مفيده جدا لانه نقدر نعمل منها تمارين كثيره جدا جدا جدا, جداً. جداً.